هذا المزع والإصابات اللي حصلت والشظايا اللي دخلت على الخيمة، وربنا الحمد لله سلمنا منها. أحد الشظايا دخلت من هان، وكانت الخيمة هذه كلها واقعة طبعا، بس عدلناها من الصبح الحمد لله رب العالمين، وراجعين زي ما احنا حكينا، هنضلنا قاعدين مكاننا ومسلمين أمان الله رب العالمين. تمام. لا لا حورجيكم مكان الاستهداف قديش يبعد عن الخيمة. هاي الخيمة هنا موجودة، وهاي الاستهداف يبعد لا يقل عن 10-15 متر. كان الاستهداف طبعا قوي جدا جدا جدا، طلعت نار، تقول نار جهنم انفجرت جنبنا، والحمد لله رب العالمين ربنا سلمنا. هذا الاستهداف اللي حصل في منطقة فاضية، منطقة زراعية، منطقة وحتى لا زراعية لا تصلح. هذا حجم الدمار اللي حصل في المكان. هذا كل هيته طار علينا واحنا في الخيمة، والحمد لله ربنا سلمنا. احنا صار الضرب، كل الشظايا وهذا نزلت على الخيمة، وهي زي ما انتم شايفين كيف الخيمة كلها وسخ وببهدلة، ورفعناها عدلناها من اول جديد وخيطناها، وهي اللي عمالنا بننظف فيها عشان نرجع نسكن تاني حتى في نفس المكان، لانه فيش مكان في رفح امن يعني اغير فيه ابدل في المكان على الفاضي. قررنا انه احنا نضلنا هان صامدين في بلادنا وفي ارضنا، حتى لو ضربوا كمان مره وكمان مره وكمان مره برضه حنضل قاعدين. الله وكيله. هينا بننظف في الخيمه بنجهز فيها، حنرجع نقعد في نفس المكان حتى لو بدهم يضربوا.